ميديا تعيش عليها. ميديا تبعت البلازما فيري ريتش ميديا انه يعيش عليها البكتيريا. ليش؟ لانها غنيه بالبلازما والبروتينات والفيتامينات، كل شيء بدهم اياه موجود. لذلك انت عقل، وزي ما حكينا ما يهمك انه المريضه بتتالم ولا لا صراحه من اثناء التعقيم. فانت عقم على اثنين. احنا بنفضل انه البلازما تنحقن من السبريشن لحد الحقن ماكسيمم 4 hours. اوكي، ايميديت او 4 اورز وجدوا انهم ذا سيم، ما في نفس التاثير. ثالث شيء، كل ما انت سويت ديستريبيوشن اكثر كل ما كان احسن. لكن في عندي مناطق لازم انا اركز عليها. احدى مشاكلنا تحت العينين، اوكي، ما في عندي شيء احقنه تحت العيون ويعطيني نتائج رائعه من ناحيه نضاره تحت العيون للخطوط وحتى السواد سوى البلازما. بالمناسبه لما حكينا عن الفيلر السوفت اللي انا بحقن الفولايت لما احقنه تحت العين، هو رائع جدا لكن مش بسرعه البلازما. بس الفرق انه انا بحقن الفيلر مره كل 6 شهور أو 9 شهور يمكن يكون عادي، بس البلازما لازم اكررها كثير. اثنين، في مناطق معينه لازم انا احقن فيها وهي بتفيدني على اللونج تيرم اللي هي السموكر لاينز. اوكي، هون فهي المناطق لازم احقنها، فانا بحقن بالسموكر لاينز بالبلازما والاندر اي. اكثر مكان واضح بالوجه هو التشيك، فبركز على المنطقه هاي اللي انا احقنها. صفة باقي المناطق بتقدر توزع فيها، لكن هاي المناطق الاساسيه اندر اي، تشيكس، سموكر لاين، ووزع الباقي زي ما بدك انت. اوكي، بدنا نحقن الكل بيز جلوف.